عزوز ميدو ايه يا ميدو ازيك يا زوز ايه يلا اركب يلا بينا على فينا ميدو هنروح للترزي عشان نقيس بدل الفرح ميدو ما اقدرش يا ميدو المحل مستهدف ممكن تسرق في اي لحظه ورقبتك لوحت من المراقبه اقعد راقب معايا الناحيه دي وانا راقب الناحيه دي وكلها نص ساعه والورديه تخلص يعني هي جت على نص ساعه دي يا عزوز انت شايف الحراميه واقفين على الباب قوي طب روح يا ميدو وانا هحصلك يا بني ادم ما ينفعش بقول لك انا هثبت الترزي علشان نروح نقيس بدل الفرح يا ميدو ما تخليش الصداقه تاثر عليا في اوقات العمل الرسميه يا ميدو بص 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 عدى ربع ساعه اهو حصل حاجه حصلش اي حاجه والمحل زي الفل اركب بقى عليك بقى ها انت شايف كده ده انا شايف كده وشايف كده وشايف في كل الاتجاهات عزمت العيال بتوع المعهد عزمت ليلى ورمزي وهو ده طبعا ايه الصراحه المباشره بتاعتك دي طب هاتها لي بالتدريج يا اخي يلا امسك نفسك بقى امسك يا اخ عزوز ايوه يا عم احنا عيله ليها تقاليدها يا ريت قبل ما تيجي تبقى تحدد ميعاد او تجيب معاك الست الوالده ما هي ست والدتي بعتاني عشان اتكلم مع حضرتك في موضوع الزفه وكميه الطبل اللي في الفرقه وكده الفرقه ميدو ابني هو اللي هيجيبها فاهم فما كانش في داعي تتعب نفسك طالع نازل ومعطلنا جنبك انا هقوم افتح الباب معلش يا عم تعالى اقعد هنا امي وانت خليك هنا من فضلك ها ماشي يا عم طيب ايه يا ناهد وانا من ساعه ما جيت وانت قاعده ورا النضاره كده انت بتراقب ايه بس ما تقلعيها كده وتوريني عينيكي على رومانسيتها كده لعلمك انا بشوف اكتر من غير النضاره الله ما حدش قال لك ان عينيكي حلوه قبل كده يوه كتير زي مين يعني المرحومه ماما وميدو اخويا لما يعوز يستلف مني فلوس واحيانا بابا الشاي برد قوي ما تشرب ايه عايز سكر لا عايزك تلبسي النضاره تمام يا فندم بعد الدراسه لقيت طريقه واحده بس هي اللي هتخلي ميدو تحت امرنا وايه هي الطريقه دي الولد ده لازم يدخل المخابرات يعني ايه مش فاهم يعني لازم يحس انه مهم جدا وانه في مهمه وطنيه والموضوع ده هتعملوه ازاي اطمن حضرتك كل شيء مدروس وبدقة الولد ده هيخرج من هنا وهو متأكد ان احنا المخابرات العامة وان هو رأفت الهجة يا سلام ولو انكشفنا هنتنفخ طبعا ايوه يا حاج ايوه لا احجز لك القاعة الكبيرة لا يا حبيبي الباقية في حياتك انت تؤمر ماشي يا جميل مع السلامة ايوه مين ايجار القاعة الصغيرة بتاعت الافراح 500 جنيه ايه كتير قوي يا سيد وبعدين ده العريس والعروسه من عندنا يبقى 450 قول لي هو الفرح امتى بكره ان شاء الله بكره آه. لا ما ينفعش ده انا بكره عندي كله محجوز بص طب والعمل يا سيد يا راجل في حد يجي يحجز قاعه افراح قبلها بيوم تحت اطمني يا سيد وخلاص هو اللي حصل بقى طب ما تشوف يوم تاني لا انا جات لي فكره ايه ما تخافش يا سيد مش هضربك فكره هتحل لك المشكله اللي عندك دي تعمل ايه يعني انت الفرح بتاع بكره ده الساعه كام يوصل 7 وتلت حلو قوي انا محتاج القاعه ساعه واحده بس يا معلم وليك 100 جنيه ايه 100 جنيه مش فاهم يعني اوه فرحك يوصل 7 وتلت احنا فرحنا صغير يوصل 4:10 يغادر 6:10 يعني قبل فرحك بساعه يا سيد فتح مخك فتح مخي اوعى ميل اوعى اوعى شكلك كده شارب حاجه شارب حاجه ايه بس يا سيد يا راجل 100 جنيه 100 جنيه بس يا راجل عيب ده احنا اصحاب من زمان عيب كده اه من ايام ما كنت بشتغل في السكه الحديد طب غير لي دي امسك يا سيدي شكلك كده ناوي يعمل لي مشاكل بقول لك فرح اختي يا جدع مشاكل ايه بس يا سيد طب هات الايجار بتاع القاعه هات امسك ادي 350 على 100 اللي معاك يبقى 450 هات الدفتر وتعالى ورايا بقى Oh, c'è stato di mia gara.
lasciatemi morire più del cielo più del mar. ايه رايك في الفرقه؟ لذيذه. عشان بس تعرفي ان احنا ناس اوبراليين كده وعيال حلوه كده يعني. دي اغنيه يا سلام على حبي وحبك بس بالاغريقي. لا لا ده انت سامعك بايظ خالص. دي غنوه نعناع الجنينه بس تقريبا كده النعناع اتدلق عليهم وهو بيغني. نعم وبعدين في الراجل اللي عمال بيتغرغر ده مش كنت تجيب لنا مطرب شعبي عشان نفهم اللي بيتقال؟ الراجل مش عاجبك ده مكلفني دم قلبي ده بينفجر في الاخر. يا راجل بابا ده جاي فرقه المطاريد دي منين؟ من ميدان الاوبرا. بابا بيشتغلوا ايه في الاوبرا؟ بيغنوا هناك. متاكد ان دول بيغنوا؟ يا بابا انت هتشلني. ايه بس ايه رايك ان انا هقتل اختك وقت العريس واوعدك هقتلك وراهم؟ لا لا في ايه يا بابا؟ خلصني من الفرقه دي بسرعه. حاضر الناس هتمشي. خلصني منها بسرعه. حاضر حاضر انا همشيهم. حاضر مش تمشيهم تقتلهم قدام عيني عشان ما يضروش فرح ثانيه. فاهم؟ حاضر حتصرف. يلا بسرعه. طيب يا بابا وال 2000 جنيه بتوعي يرجعوا لي بسرعه. حاضر فاهم؟ حاضر. طيب اتفضل اتفضل شوف الناس. ليلى ليلى أمرني خليك في نفسك يا رمزي. ليلى الشعرتين اللي نازلين على عينيك دول هياكلوا من دقنك حته. بقول لك ايه ممكن تتصرفي لحسن الفرقه مش عاجبه بابا وهي دي فرقه تعجب حد ولا تتجف في فرح. عشان خاطري عشان خاطري تصرفي. خلي هدى اختي رمزي تتصرف. أمريني غور في داهيه. بقول لك ايه ابوس ايدك انقذي الموقف. عفوا ما تعمليش فيها شكيره بقى. ماشي انا هتصرف مش عشان خاطرك خاطر اختك الغلبانه وعشان خاطر رجولتي. فاكرها؟ فاكرها وضاعت الرجوله خلاص وبقيت قشطه قشطه سي او او. بس يا ابني انت هو بس هلا. ودلوقتي مع نجمه المعهد العالي اللاسلكي صاحبه التردد العالي جدا ليلى سليمان. الو لا ابدا يا عمر اتفضل. I'm
سبعة وتلت وصل، اخليني القاعة لحسن يحصل تصادم. ابوس ايدك الحقني. عامل حسابي. سؤال معلش بعد اذنك، الجزمه بتاعتي بتاع المره اللي فاتت فين؟ الجزمه بتاع المره اللي فاتت خدتها مني برضه بتاعه الجزمه. وبعدين ده مش منظر شبشب البسه. هياخد البنطلون تاني. ما تلعبش في عداد عمرك. ميدو. نعم. اشوف وشك بخير. ليه رايح فين؟ مسافر؟ لا بس مش عايز اعرفك تاني. ايه؟ وايه المفاجأة في كده؟ بقولك مش عايز اعرفك يا اخي. كده عزوز؟ عايز تسيبني لوحدي؟ الساعة 12 الظهر؟ امال كنا 12 بالليل بقى كنت عملت ايه؟ يا عم انا هسيبك في افغانستان. سلام. عزوز. اوعى ميدو. كمان بتضربني بالقلم؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ عزوز. خد يلا ما تخافش. يا جبان يا جدعان انا مش فاهم حاجه. طيب يعني انت مش عايز تعترف؟ ماشي خدوا صاحبه ودوه للنمل. اما انت بقى هتعترف كويس قوي لما تنزل هنا في بيت المجد. لا خلاص انا مش عايزك تعترف. وايه اللي انت لابسه ده؟ لبس لي بدله وبابيون. حرام حرام حرام. طبعاً يا فندم هيوافق. أنا ده ابن البلد. مش عايز أروح الحمام خلاص. حاضر يا فندم. هنا أنا فين؟ أنا فين؟ أنت في مقر المخابرات العامة يا ميدو. مخابرات العامة؟ طب وحضرتك مين؟ أنا العميد سالم متولي. عميد؟ سيادتك عميد؟ أهلاً أهلاً. أهلاً يا سالم بيه. أصل أنا خفت أوي أصل هما مجرجريني من الصبح. أنا الحمد لله. قول لي يا ميدو. ها يا فندم.
انت بتحب مصر يا ميدو؟ مصر طبعا يا فندم، ومين ما يحبش مصر؟ مصر دي امي. طيب لو مامتك عزتك في عملية خطيرة، عملية مهمة محدش يقدر يعملها غيرك، توافق؟ يا فندم بس انا مش دكتور. اوافق يا فندم اوافق، هاتوا العيان وانا اعملها على طول لحضرتك. المهمة كبيرة وصعبة، وبعد التحريات اللازمة البلد اختارتك لتنفيذ المهمة. ومين في البلد بالتحديد يا فندم اللي اختارني؟ نفسي اشكره. مش مهم، انا مراهن عليك. لا هتكسب الرهان يا فندم. ممكن اعرف بقى ايه المهمة بالظبط حضرتك؟ هتعرفها بعد شوية تدريبات واختبارات لتجهيزك للمهمة. جاهز؟ جاهز يا فندم. اهم حاجة عندي يا ميدو ان محدش يحس بحاجة. طبعا. ابوك نفسه ما يعرفش حاجة. طبعا طبعا. التدريبات هتتم في سرية كاملة، هتروح كل يوم بعد التدريبات وتجيلي هنا الصبح. حاضر. دي شنطة هدوم لزوم التدريبات. ومين اللي جاب لي الهدوم دي يا فندم؟ مصر يا ميدو. ومصر عرفت مقاسي منين؟ ميدو يا ميدو يا ميدو ميدو. ها؟ ايه يا سيف في ايه؟ عايز اهرب. عايز ايه؟ عايز اهرب. تعرف تروح فين؟ شرم الشيخ. ايه يا سيف انت مجنون ولا ايه؟ لا لا. ايه امال اللي انت بتقوله ده؟ طب معاك فلوس؟ عايز قرشين منك. قرشين منك؟ اه. طب معاك هدوم؟ عايز شوية هدوم منك. طب ما اهرب انا وخلاص. ماشي. ماسي؟ ماسي ايه؟ طيب تعالى بس ننام دلوقتي وبكره الصبح خدي النضاره. ان شاء الله نهر. اخد النضاره نبيع ايه؟ خليها معايا. حطها هنا. حطها فين؟ هنا على الكومودينو. طيب هات. يلا يلا ننام وبكره الصبح ان شاء الله نصحى نهرب كلنا. كلنا؟ اه مع بابا ونهد وكلنا نهرب. احكي لك حدوته؟ لا. بيقول لك مره؟ لا مش عايز. هحكي لك حدوته؟ لا. بيقول لك مره واحد؟ لا مش عايز. انت جاي تخنقني في اوضتي ولا ايه يا سيف؟ لا مش جاي. امال ايه وجيت؟ Thank you.
ودلوقتي يا ميدو ده اختبار اسمه الثبات الانفعالي. ثبات مين حضرتك؟ الانفعالي. بمعنى كيف تصمد امام امرأة شديدة طاغية الانوثة دون ان تنفعل، دون ان تتأثر؟ قصد حضرتك لو واحدة يعني مزة جامدة يعني ما تأثرش بالحاجات. حاضر انا حجر. تعبك راح يا ليلى. على فكرة ميدو طلع ولا ما طلعش؟ ليه كده يا ليلى؟ ايه خايفة عليه؟ ليلى لازم تعرفي ان ميدو بالنسبة لي اخ زيه زي رمزي. بجد يا هدى؟ امال انت كنت فاكرة ايه؟ اسمع يا ابني، الوقت ميدو صاحبك ده ما بيجيش من وراه غير المشاكل، لكن انا هعرف ازاي اوقفه عند حدك. خلاص يا بابا مش وقته. مفيش حاجة اسمها خلاص. ال5000 جنيه تمن تصنيع العربية هيدفعهم، يعني هيدفعهم حتى لو اضطريت اقتله.